اخبار باحي حاجه الاولى نهضر عليها قبل الفيكتوار اليوم فوز عند اللي كان في المرتبه الاولى بالعقلون واش قلنا على الفوز؟ الحمد لله حنا امنا بالقدرات تاعنا ودخلنا في الليل تاع الماتش دخلنا باش نجيب 3 بوان والحمد لله ربي وفقنا وجبنا 3 بوان اللي ان شاء الله تخلينا في الماتش الجاي ان شاء الله نزيدو نمشيو في الفيكتوار هذا. شوفوا بلي لي جان كوميم يعطيهم الصحه داروا لكم طريق ما خسروش انتم اليوم ستو كملتوا عليها و يعطيهم الصحة ومشكورين على النتيجة اللي دارنا النتائج اللي داروها في المباراة السابقة وخلاونا احنا لازم نزيد نمدو أكثر منهم والحمد لله ربي دار الصواب وجبنا 3 نقاط إن شاء الله اللي تخلينا إن شاء الله نمشيو. وشفنا كاروخ ما خلطش بزاف لي فيكتيف خلى اللي لعبوا وزاد جدد حاجة مليحة كمان. وي هذا هو العكس المليحة اللي دارها ما وقعش في الخطأ وين بدل بزاف لي فيكتيف خلى الناس اللي كانت شادة لي ريتم تاع لي ماتش وين لعبت 3 ماتش وزاد لهم فرصة ليكيب والحمد لله يا ربي جبنا 3 نقاط يفرحوا بها إن شاء الله. شفناكم شديتوا فان دو ماتش كون دي كيري كمان. وي بيان سير تكون رابح على برا ومع فريق اللي كان في المرتبة الأولى يخليك إن شاء الله باش تزيد تمتعب والحمد لله يا ربي. كيكون عندك أن غارديا كيما منصور يسد لاصيرو. بيان سير إسماعيل مشكو على الأداء تاعو وإسماعيل غني على التعريف إن شاء الله يزيد يعاوننا في هذا إن شاء الله ونكون إن شاء الله نديرو لاكسيسيون إن شاء الله. أمو بور لي سيبورتور كاين من مجموعة اللي تنقلت لهنا. واش تقول لي ان شاء الله ان شاء الله تولي تلاقاهم وتنحى الكورونا وتعرفوهم ان شاء الله. انصار الموف معروفين بغينا تعرف والحمد لله يا ربي ونشتهم تنقلوا معنا مجال هنا مام الماتش او يكلو نقول لهم يعطيهم الصحه على تنقلوا هما اللي زادوا يحفزونا اكثر بهذوك الموتيفاسيون تاعهم والحمد لله يا ربي يعطيك الصحه بون كونتينيو.